الحقيقة أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفريق عملها في تعاون مع العديد من البيوت الخبرة والمختصين في مجال تنمية الرأسمال البشري، كان التعاون اليوم والمذكرة التي تم توقيعها تهدف إلى بناء منصة إلكترونية اسمها المورد، توفر لموظفي الحكومة الاتحادية التعلم المستمر من خلال التدريب والتعلم الإلكتروني. من خلال هذه المنصة سيتم توفير من خلال هذه الشراكات محتوى واسع ومتعدد يهدف إلى تطوير ورفع مهارات الموظفي الحكومة، خاصة في المهارات التي تستهدف الحكومة تطويرها لمقابلة التحديات وتقديم الخدمات على مستوى أرفع.